بعد سماعتي لجمهور التفسير للقرآن الكريم الكثير الزبريبين واضح أن المسؤولية الكبيرة هي في وسط الميدان، هي في وسط الميدان هو اللي حيسيطر على المباراة الكبيرة. أيضا بعد سماعتي حضرتكما أن الحكومة ستكون الأضواء أكثر من هو العمل. هو كل التراجع في المباراة الكبيرة كانت خطوة، ولكن مباراة الصبح خطوة كانت نقطة ضعف في الفريق، ولكن الزمالك تقوى النقطة نفسها كده كسب المباراة وليس المباراة. إنما الأضواء كانت أهم مهمة جدا. Thank you.
وفي
بنشوفهم بنحبوا دراسه لا بعد كذا
خاصه تشامبيونز ليج اللي كان فريق بحساب 100 جنيه مصريين اعطى 90 على الزمالك كام؟ وبدل الفرقه الثانيه مش على حساب الاهلي كوره ترجع ليه؟ تمهيد من قوي يا شباب هو الناشر بيرجع كوره من ثلاث حامد عند محمود علي محمود علي روشام السادسي ريلاكس اللاعب السابق من اسبيرانس ترجع محمود علي محمود علي المنتخب كوري المدير ترجع الترجي كورة معادة من برغيد برغيد يمرر برغيد مرشور ينطلق الاسبيرانس كورة عند بمطار برغيد بمطار مازال كورة للفريق التونسي لكن في صغيرة شيء يحتاج الكورة ترجع للفريق المصري واضح تماما الترجي اختار الهجوم اختار مليون في الزمالك طبعا بيبي يجعل علامة الكهف تحكم فيه وعد اهو مصطفى